شو بالنسبة لامتحان اللغة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وبقدم لكم قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء وبنتكلم فيها عن السفر والهجرة إلى أكثر من بلد. فإذا أنت ممرض قانوني متخرج من جامعة ومهتم بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تابع هذا الفيديو وتابع كل السلسلة اللي اسمها هجرة الممرضين إلى أمريكا، بتعرف شو التفاصيل عن كل هاي البروسيس. واليوم رح نتكلم عن شرط امتحان اللغة الإنجليزية. بما أنك إنسان مش أمريكي، لغتك الأصلية مش الإنجليزية وحابب تهاجر لأمريكا، فلازم تجيب لهم إشي اسمه اللانجوج إيفيدنس، أو إشي دليل إنك بتعرف تحكي إنجليزي. لازم تنجح في واحد من امتحانات اللغة الإنجليزية المعتمدة للولايات المتحدة الأمريكية للممرضين. طبعاً أنا لما بلشت بالبروسيس ما كانش معتمد أمريكا إلا توفل وآيلتس، والتوفل عمره ما سمعت فيه، فقلت بقدم آيلتس وبريح راسي. لكن حالياً صار فيه كثير امتحانات معتمدة لأمريكا، فالوضع حالياً أسهل والخيارات كثيرة وبتقدر تختار اللي بدك إياه. وبعض الامتحانات أرخص وبعضها أغلى، بعض الامتحانات هي مطلوب فيها علامة أقل، فالأمور سهلة وبتقدر تختار اللي بدك إياه. أهم شيء توقيت امتحان اللغة. أنت بتخلص المرحلة الأولى من التقديم لأمريكا اللي هي من 1 لـ10، وبعدين بتبلش بالمرحلة الثانية بعد ما تخلص الإنكليكس وتنجح فيه وكون قربت المقابلة، بتعمل امتحان اللغة. امتحان اللغة مدة صلاحيته غالباً تقريباً كلهم مدة صلاحيتهم 2 سنين. خلال 2 سنين لازم يكون طلع لك فيزا سكرين. الفيزا سكرين مدتها 5 سنوات، خلال الـ5 سنوات لازم تكون عملت المقابلة بالسفارة. فلما توصل للمقابلة مش شرط تكون 2 سنين تبع امتحان اللغة ما خلصوش، عادي لو انتهت مدته مش مشكلة، المهم لما تيجي المقابلة الفيزا سكرين ما تكون انتهت. في الصورة اللي قدامكم موجود جميع أسماء امتحانات اللغة المعتمدة لأمريكا، وكل امتحان شو العلامة المطلوبة فيه، وكل امتحان تقريبا وين موجود أو وين بنعمل في الأردن على الأقل، وكل امتحان تقريبيا قديش بكلف. طبعا هاي الصورة تقريبا قبل 2 سنين، فحاليا بضيف على كل رقم 10 أو 20%. تنساش انه نفس مركز الامتحان بده يربح، فبضيف كمان 10 أو 20%. فلو امتحان مكتوب قدامك مثلا $200، حط ببالك من 240 ل 260 على سبيل المثال. في امتحان اسمه كامبريدج اسسمنت انجليش معتمد، في امتحان التوفل معتمد، في امتحان التوفل اي بي تي معتمد، امتحان التويك معتمد، امتحان الايلتس معتمد، في امتحان اسمه الام اي تي ميتشيغان انجليش تيست، وفي امتحان الاوكيبيشنال انجليش تيست هذا كويس الاو اي تي، البيرسون بي تي اي اكاديميك انجليش تيست هذا مهم جدا وسهل جدا، واغلبيه الناس من جديد اتجهوا له لانه اصلا انضاف جديد، اصلا يمكن 2 سنين معتمد لامريكا. اهم 3 امتحانات اللي هي الايلتس والاو اي تي والبي تي اي. بالوضع الطبيعي البني آدم بيقدم آيلتس قبل ما تظهر الأجيال الجديدة. أنا بدي أحكي لك على آيلتس لأني أنا قدمته. طبعا كل الامتحانات هاي كل واحد فيها بتكون 4 أجزاء، لكن طريقة الأسئلة بتختلف من امتحان للثاني، المدة بتختلف، التكاليف بتختلف من امتحان للثاني، مكان إقامة الامتحان تختلف من امتحان للثاني. فبدك تشوف شو اللي بناسبك كرسوم وإنه مركز الامتحان يكون قريب عليك. لما بدك تدرس الآيلتس مثلا بدك تجيب كتاب من كتب كامبريدج، هم يمكن 16 أو 17 كتاب، لو جبت أجدد 2 بكفي. امتحان الآيلتس بتكون زيه زي غيره من 4 أجزاء، السبيكينج والليسنينج والريدينج والرايتينج. الجزء الأول اللي هو الليسنينج بتكون من 4 أجزاء. أول جزء سهل جدا، عبارة عن رح تسمع محادثة بين 2 وتعب الفراغات. مثلا واحد بحجز غرفة في فندق، فرح يسألك شو اسمه، أي يوم بده يوصل، أي يوم بده يغادر، شو السعر اللي دفعه، وهكذا. الجزء الثاني راح يسألك أسئلة ضع دائرة من 3 أفرع عن نفس المحادثة، وهذا برضو سهل. الجزء الثالث راح يكون يا إما رسمة يا إما خريطة يا إما أشي زي هيك، وراح تسمع محادثة، راح تفهم من المحادثة أنه على المخطط اللي قدامك الغرفة الفلانية موجودة فوق على اليمين، الحمام الفلاني تحت على الشمال، المدرج الفلاني في النص على اليمين، وراح يقول لك أنو حرف بتبع لأنو جملة. الجزء الثالث راح يسألك سؤالين، كل سؤال 5 أفرع، من 5 في 2 صح. السؤال الرابع راح يجيك عبارة عن زي توصيل بين الكلمات،
كل كلمة شو معناها، أو كل مؤلف شو الكتاب تبعه، أو كل رسام شو اللوحة اللي رسمها. بسمعك محادثة وبدك تستخلص منها كل هذا الحكي. الجزء الرابع والأخير من الليسنينج أنا بالنسبة لي بعتبره أسهل شيء، راح تسمع اثنين بتكلموا وتعب الفراغات، نفسه تقريبا الجزء الأول، بس الجزء الأول بكون أقصر شوي. بعديها بتدخل في الريدينج. الريدينج عبارة عن ثلاث قطع، الأولى سهلة جدا، الثانية متوسطة، والثالثة صعبة شوي. وكل قطعة عليها كذا سؤال، تقريبا بيجيك عليه 36 أو 38 سؤال أو 40 سؤال إشي زي هيك. ممكن يجيك سؤال yes or no، ممكن يجيك true or false، ممكن يجيك عب الفراغات، ممكن يجيك اختار لكل قطعة عنوان مثلا، ممكن يجيك توصيل وهكذا. الرايتنج عبارة عن قطعتين، برضو الأولى أسهل من الثانية. الأولى راح يوريك رسمة، غالبا راح تكون يا إما خريطة لمدرسة أو لفندق أو لإشي زي هيك، أو رسم بياني، وراح أقول لك حول الأرقام هاي كلها لموضوع تعبير. مثلا راح تقول لهم الواردات للبلد الفلاني من السلعة الفلانية بالسنة الفلانية كانت كذا، بالسنة اللي بعديها انضربت باثنين، بالسنة اللي بعديها نقصت للربع، بناء على الأرقام اللي قدامك. القطعة الثانية راح تكون أطول، قديها عمرتين تقريبا، وحتى العلامة ثلث لهاي ثلثين لهاي، وراح أقول لك اكتب لي موضوع عن إشي فلسفي، عن قضية بتهمنا، عن تأثير السوشيال ميديا على الناس مثلا، عن التعليم، عن الصحة، عن التمريض، عن الفضاء، عن اللغة، عن التغذية، عن أي شيء. امتحان السبيكينج اللي أغلبية الناس بتستصعب منه عبارة عن ثلاث أجزاء. الجزء الأول بتعرف عليك، راح يسألك شو اسمك، قديش عمرك، وين ساكن، في أي مدينة، في أي شارع، بيتك أكم غرفة، في حمام ولا لا، في بلكونة ولا لا، في حديقة حوالين بيتك ولا لا مثلا، إلى آخره. الجزء الثاني راح أقول لك هاي بطاقة فيها سؤالين ثلاث عن شغلة معينة، واتكلم عنها زي ما بدك. مثلا اتكلم عن رحلة طلعتها مع أصدقائك، اتكلم عن مثلا نجم أو مغني أو ممثل أنت بتحبه، اتكلم عن إنسان أنت بتأخذه قدوة إلك، اتكلم عن مثلا موقع سياحي أو مكان حلو جدا في بلدك أنت بتنصح الناس إنهم يزوروه. معك ثلاث أربع دقائق تتكلم عن هذا الموضوع. الجزء الثالث عبارة عن 7-8 أسئلة تتعلق بالجزء الثاني، يعني هو رح يسألك أسئلة عن نفس الشخص أو المكان اللي تكلمت عنه بالجزء الثاني. مثلا أنت تكلمت عن ممثل أو مخرج، راح أقول لك إمتى انولد، شو أهم أعماله، ليش بتحبه، بما أنه هذا ممثل أنت في رأيك شو أحسن نوع أفلام بتحبه، كوميدي أو تراجيدي أو الأكشن أو شو. مثلا في بلدك الناس شو أكثر نوع بتحبه، الكوميدي ولا الرومانسي ولا إيش، ليش الناس بتعتبر النجم مثلا قدوة، ليش بقلدوه في كل شيء، وهكذا. فبكون أسئلة متعلقة بالجزء اللي قبليه. الحال آيلتس تقريبا بكلف من 170 ل 180 دينار، يعني مع كم دينار اللي بدهم يربحوهم بيطلع 200-210 تقريبا. لكن نصيحة لوجه الله، سواء بدك تقدم آيلتس، بدك تقدم توفل، بدك تقدم بي تي اي، بدك تقدم او اي تي، بدك تقدم اي واحد في هذول، بدل ما تقدمه 7-8 مرات زي ما الناس بتعمل وتعيده 100 مرة وفي الأخير تنجح بتطلع الروح، لا، بلا من 100-150 دينار خذ دورة preparation for exam، بفهموك كيف الامتحان بيجي، كيف الأسئلة بتيجي، بيعودوك عليه، بيدربوك عليها، ولما يعرفوا أنك فهمت المادة ولو قدمت راح تنجح بيقولوا لك روح قدم الامتحان. الدورة نفسها أقل من رسوم الامتحان، يعني باعتبار قدمت الامتحان مرة ونص، بدل ما تعمل زي هالناس اللي بعمل لك فيها حدق، أنا أدفع 100 دينار عشان يدرسوني، طب ما أنت راح تعيد الامتحان 10 مرات راح تخسر 2000. امتحان الـ OET الحلو فيه انه مختص بالتمريض، مختص بالمهن الصحية. في OET اطباء، في امتحان OET صيدلة، في امتحان OET علاج طبيعي، في امتحان OET للمختبر، وفي امتحان OET للتمريض، واكثر من 10-12 مهنة. فكل الاسئلة اللي راح تجيك في هذا الامتحان للتمريض بس، كلها عبارة عن نشرة لدواء طلع لي منها مثلا سايد افكت، مريض قدامك في إشي بوجعه بدك تشرح له ليش الوجع، مريض عندك تعبان بدك تعمل له سايكولوجيكال سبورت، معك 5 دقائق تحكي مع المريض. مثلا المريض عنده بكرة عملية وخايف منها، بدك تقعد معه دقيقتين تفهمه انه تخافش، تعمل له دعم نفسي. مثلا دكتور كتب لك اوردر لمريضك، بدك تسأله شو قصدك فيه، شو قصدك فيه، بشوف كيف السبيكينج تبعك وهكذا. فالامتحان كله عبارة عن مرضى وأدوية وملفات مستشفى وأطباء بتحكي معهم، عشان هيك بعض الناس بحسوا انه اسهل. لكن الامتحان بكلف أكثر، يمكن 320 دينار أو 340 دينار، وإذا رسبت في الامتحان ما بتقدر تعيده قبل 45 أو 50 يوم، بعكس الآيلتس اللي بتقدر تعيده ثاني يوم عادي. طبعا الـ OET لازم تكون جايب C+ في كل جزء وC+ في المعدل بشرط السبيكينج B،
امتحان البي تي اي الكل دابب عليه والكل منتشر بين الكل هالايام لعده اسباب، منها انه رخيص تقريبا 200 دينار بكلف، منها انه حتى التدريس له مش صعب، يعني تقدر تلاقي مركز في عمان يعطيك الدوره اونلاين وانت نايم في بيتك 150 او 170 دينار اردني. الامتحان طريقه الدراسه له شبيهه جدا بامتحان الانكليكس، يعني انا بعرف مركز في عمان بعطيك الدوره اونلاين بدرسك للامتحان، بعطيك أسئلة مقترحة، ولما يحس أنه أنت لو قدمت الامتحان بتنجح بقول لك قدم، ولو قال لك أنت رح تنجح ورسبت بتعيد الامتحان على حسابه. نفس طريقة الانكليكس بالملي. الحلو في البي تي اي يعني السؤال نفسه بكون تأخذ منه علامة نصها على السبيكينج نصها على الرايتينج مثلا، أو نفس السؤال تأخذ نصه لسنينج نصه رايتينج. ممكن يقول لك اسمع كلام إنسان لمدة 5 دقائق ولخص لي اللي حكاه في جملة واحدة، أنت هيك عملت listening وعملت writing. أو ممكن يقول لك اقرأ هاي القطعة واحكي لي شو ملخصها، فأنت عملت reading وعملت speaking في نفس الوقت. السؤال المهم، كيف أختار الامتحان من بين كل هذول؟ إذا أنت عبقر بالإنجليزي ما بتفرق معك مين فيهم تختار. إذا أنت كممرض في شغلك بتحكي إنجليزي كثير، أو أنت أصلاً مثلا انت في قطر او في دبي نص مرضاك مش عرب، فانت بتحكي انجليزي وبتشرح لهم عن الادويه، بتعمل لهم سايكولوجيكال سبورت، بتسوي كل شيء، تستلم الشفت وبتسلمه بالانجليزي، فلا خذ او اي تي. لو انت بالمره بتعرفش تحكي انجليزي وبدك إشي سهل خذ البي تي اي. ليش؟ لانه اولا لو بدك تقارنه بالايلتس مثلا، الايلتس مطلوب منك 6.5 من 9 في كل جزء، 6.5 بالمعدل بشرط 7 بالسبيكينج، لكن البي تي اي مطلوب منك 55 من 90، يعني كأنك بتقول 5.5 من 9. إذا ضمنيا مطلوب منك علامة أقل من المطلوبة في الآيلتس. وغير هيك اللي بدرسك على الامتحان بعطيك أسئلة مقترحة وبقيس مستواك، وما بقول لك أنا بنصحك تقدم الامتحان إلا يكون متأكد 99% إنك راح تنجح. بالتوفيق للجميع، اللي بده أي سؤال يكتب لي تحت بالتعليقات، وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، اوعى تنسى تفعل زر الجرس، كل الناس بيقولوا أنت كل يوم بتنزل فيديو هين وإحنا ما بنعرف، خلي زر الجرس على الكل عشان لما ننزل فيديو يوصلك إشعار إنه محمد ناصر نزل فيديو وتشوفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.